بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. هذه الحلقة سوف تكون بعيدة عما يحدث اليوم من خلافات سياسية وربما طائفية وجدل فكري قائم، سواء محلي أو إقليمي أو عالمي. سوف نترك هذا كله لنرسو قليلا على شاطئ الإيمان والعقيدة، لنتكلم اليوم ساعة نؤمن بها، فتعالوا بنا نؤمن ساعة. وكيف نؤمن ونحن قد استقر الإيمان في قلوبنا؟ نزداد إيمانا ويقينا ونتذاكر بعض مسائل العقيدة والإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر له مقدمات، له أشراط، فيه علامات تدل على قربه. نتكلم الليلة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، أشراط يوم القيامة. ليش نتكلم عن العلامات؟ لأن القيامة أمر عظيم، أمر جلل، ليس بالأمر الهين. إحنا ما نتكلم عن ساعة لاحتفال أو ساعة لحصول أمر في الأرض، لا لا، نتكلم عن نهاية وخراب العالم كله. نتكلم عن اللحظة التي جعلت ركنا من أركان الدين وبها يزول العالم كله، كل من عليها فان في ذلك الزمان. هذا اليوم، يوم القيامة، جعلت قبله أشراط وعلامات تنبهنا على أن الساعة ستأتي وأنها قريبة. منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مر الناس بمراحل كثيرة، وأرسلت أنبياء للأرض تترى، الله أعلم بعددهم. فجاء آخر نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للبشرية أن هذه هي الحقبة الأخيرة للبشرية، بل الأرض كلها، للخلق كلهم. نتكلم اليوم عن أمر يتفق فيه كل الناس، كل الديانات اليوم، حتى النصارى، حتى اليهود، بالرغم من تحريفهم لكتبهم، إلا أنهم يجزمون أن الساعة قد اقتربت. اليوم ما يحصل من أحداث، حروب، ثورات، قتال، معارك، سوف نعرف الليلة هل لهذا الأمر الذي يحصل اليوم علاقة بالساعة أو لا علاقة. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصحابة وقال لهم، قال: بعثت في نسم الساعة. شنو النسم؟ الريح العاصفة قبل ما تأتي، تأتي بعض يعني الرياح البسيطة، أهل البادية والصحراء وأهل الفلك يعرفون أن هذه الريح قبل العاصفة، يعني راح تأتي عاصفة، وهذا يسمون النسم، الناس تعرف، أهل الخبرة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النسم الذي تأتي بعده العاصفة وهي القيامة. شفت القرب؟ قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، إلى هذه الدرجة. يعني خلاص حنا الآن في المرحلة الأخيرة، كل واحد يجهز نفسه. حتى كان عليه الصلاة والسلام يظن أحيانا، لأن العلم عند الله، الساعة ما يعلم وقتها إلا رب العالمين، كان يظن أحيانا أن عيسى بن مريم سيخرج في زمنه والدجال سيخرج في زمنه، هكذا كان يظن عليه الصلاة والسلام من شدة قرب الساعة. وأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى القمر وجمع المشركين حوله، تبي تشوفون آية؟ شوفوا الآية معاكم. فأشار إلى القمر فإذا به ينشق نصفين ليؤذن بقرب قدوم الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. بل قال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة، صارت ستة أشياء، إذا وقعت انتظر الساعة. أولها شنو؟ قال: موتي. يقول: إذا مت فانتظروا قرب قيام الساعة ودنو أجلها.
من العلامات التي تدل على أن الساعة قد اقتربت أشياء قاعدين نشوفها ترى حنا حولنا وإحنا أحيانا ما نحس. قال: فتح بيت المقدس. وبيت المقدس فتح في عهد عمر بن الخطاب، وفتح بيت المقدس كان دليلا على أن الساعة قد اقتربت. قال: وموتان، تكلم عن طاعون، سيحصد ما يحصد من الصحابة. وفعلا حصل، حصد الكثير، آلاف من الصحابة، طاعون كبير حصل فيهم، مرض انتشر، موتان انتشر بالناس. وأخبر أنه ستكون فتن، يعني يا أمة محمد ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. يا الله، ايش راح يصير في الدنيا؟ راح تصير فتنة، والناس تظن أن ما بعد هذه الفتنة فتنة، خلاص هذه الكارثة اللي نزلت بالأمة ما في شيء بعدها، فتأتي فتنة بعدها تنسينا اللي قبل، ثم تأتي فتنة بعدها تنسينا ما قبلها، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستنزل كقطر المطر. شفت ايش كثر؟ ويوم من الأيام استيقظ من نومه فزعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن؟ يعني شنو الفتن اللي راح تنزل على هذه الأمة؟ من حروب، من قتال، من سفك دم، بل تصل الفتن في هذه الأمة تدري لأي درجة؟ قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، راح تصير مثل قطع الليل المظلم ما في بينها نور أبدا، فتنة بعد فتنة مع فتنة فوقها فتنة، يصير شيء عظيم في هذه الأمة تدري لأي درجة؟ يصبح الرجل مؤمنا، الصبح مؤمن، ويمسي كافرا، ما تغرب الشمس إلا وقد كفر، وبالليل مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صار هذا ولا ما صار؟ ما شفتوا ناس كانوا موحدين صاروا ملحدين؟ ما شفتوا ناس كانوا مسلمين خلعوا الإسلام عن رقابهم؟ هذا كله يدل على أن الساعة قد اقتربت. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. شوف العلامات حولهم وعادي عندهم لعب، رقص، غناء، طرب، فواحش، كأنما في شيء صاير أصلا. شفت الحروب اللي قاعدة تصير؟ يوم من الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سيأتي، يعني علامات الساعة ذكر ومنها الهرج، يعني من علامات الساعة اللي تدل على أن الساعة قد وصلت خلاص الهرج. قال: يا رسول الله، وما الهرج؟ شنو الهرج هذا؟ قال: القتل، القتل، يأتي زمان القتل كل يوم، ما تسمعون؟ ما تشوفون؟ مئات القتلى كل يوم، دول فيها حروب وانفجارات وقصف وقتل في الأرض بالمئات كل يوم، لا يدري القاتل لما يقتل. ليش قاعد تذبح الأطفال؟ ما أدري، مو عارف ليش. ولا المقتول، طفل، المرأة، الشيخ الكبير، لا يدري لما يقتل، ما حد عارف ليش القتل هذا كله، يستحر القتل في هذه الأمة. كل هذا دليل على أن الساعة قد اقتربت، بل يمر على الناس زمان، تدري ايش يصير فيهم؟ يمر الرجل على القبر، يا الله تخيل بس، يمر الرجل على القبر فيمرغ رأسه على التراب، يقول للميت في قبره: يا ليتني كنت مكانك، يا الله يا ليتني كنت مكانك، فأي زمان هذا وأي عصر هذا الذي نعيشه. يتمنى الواحد من الأشياء اللي قاعد يشوفها أن لم يكن أصلا يعيش في هذا الزمان. يشتد الزمان شيئا بعد شيء، ويخبر النبي
صلى الله عليه وسلم بأن هناك علامة إذا ظهرت فإن الساعة قد اقتربت. قال: ستخرج نار، نار في الحجاز، تطلع نار عند المدينة في بلد الحجاز. شفت المكان؟ أهل الشام يشوفون هذه النار، شفت آلاف الكيلومترات. أهل الشام، بصرة منطقة في الشام، تشوف هذه النار. يا الله، شو النار هذه اللي تطلع؟ تقول لي في أي زمن راح يصير هذا؟ أقول لك صارت قبل أكثر من 700 سنة أصلا. خرجت النار، 7 أيام كانت تزلزل أرض المدينة. تخيل زلزال، زلزال والناس تبكي، والناس في المساجد، والناس كل شوي هزة، كل شوي هزة مو عارفين ليش، والناس توبة وبكاء وصلاة واستغفار وصدقات. فجأة انفجرت الأرض في منطقة الحرة، ترى لليوم آثارها موجودة. وإذا بنار تخرج وترتفع في السماء، أهل الشام شافوها، وظلت النار أياما، لن تقوم الساعة حتى تخرج هذه النار. خرجت منذ زمن بعيد، الفتن والحروب والعلامات تظهر شيئا فشيئا حتى يأتي زمان، زمان يسمى زمان الخداع، سنون خداعات، خلاص زمن خادع والسنون خداعات. شلون يا رسول الله؟ قال: يصدق الكاذب، الكاذب الناس تصدقه، ويكذب الصادق. يا جماعة قاعد يصير ولا لا؟ ويؤتمن الخائن يسلمون الأمانة، ويخون الأمين، الأمين يخون ويسجن ويمنع ويطرد وهو أمين. قال: وينطق الرويبضة. فهل نطق الرويبضة في هذا الزمان؟ قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه، الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، رجل لا دين لا علم لا أمانة لا أخلاق لا مبادئ، يتكلم والناس تستمع له، والجماهير تصفق له، ويبرز في الإعلام، ويكتب للناس، ويتداول الناس مقالاته. سنون خداعات. هل نحن نعيش هذا الزمان الذي هو قريب من علامات الساعة الكبرى، بل قريب من الساعة نفسها؟ نكمل وإياكم بعد الفاصل تلك العلامات التي قاعدين نشوفها كل يوم ونرى أحداثها، وربما تكون في زمن قريب. خلكم ويانا بعد الفاصل. في آخر الزمان، وربما نعيش جزءا منه، يقل العلم عند الناس، ويكثر الجهل بينهم، ويقبض الله عز وجل العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا ضلالا، يكثر الجهل في الأمة. من علامات الساعة في آخر الزمان تكثر شرط الظالمين، شرطة الطواغيت والظالمين، رجال معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس. وما أدرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المنظر وهذا الشكل، بل أخبر في حديث آخر قال: سيكون في آخر الزمان شرطة، بهذا النص، يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، فإياك أن تكون منهم. آخر الزمان هذه شرطة الطواغيت طبعا، مو عندهم سياط، اليوم عندهم أسلحة، اليوم دبابات يقصفون، اليوم طائرات يدمرون، كلهم لأنهم شرطة وعساكر للطواغيت. في آخر الزمان يكثر الزنا، إي والله يكثر الزنا، إلى درجة أن بعض الدول اليوم للأسف عربية تسن قوانين تحمي الزنا، ويكثر الربا في كل مكان، حتى أنك ما تدخل مدينة إسلامية، ما أتكلم عن غير إسلامية، إلا وتجد فيها دور الربا شاهقة، تعلن الحرب على الله ورسوله. في آخر الزمان يكثر شرب الخمور بين الناس، بل ويستحلونها ويسمونها بغير اسمها.
كم انتشرت الخمور اليوم، ما نتكلم في بلاد الغرب، نتكلم اليوم في بلاد المسلمين. سيكون في آخر الزمان، اسمع لي هذا الحديث، خسف وقذف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. تعرف شنو القينات؟ المغنيات، وما أكثرهن اليوم. كل يوم طالعة مغنية، كل فترة يظهرون مغنية، بل ويأتون ببرامج لتأهيل مغنيات، وما علموا أن هذه المغنيات وتلك الفواحش وهذه المسكرات وهذه المحرمات تأذن بخراب الدنيا وزوالها. وإذا منعنا أو أنكرنا قالوا متطرفين، قالوا متشددين، وما علموا أنها علامة لقرب الساعة. الساعة قريبة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. من علامات الساعة شيء اسمه موت الفجأة. تدري شنو يعني موت الفجأة؟ إنسان جالس ما في مرض، ما في سبب، ما في بأس، لا حادث، لا إصابة، لا مرض، فجأة يجلس يموت، يسقط وتخرج روحه. يكثر في الناس موت الفجأة في آخر الزمان، فهل نحن مستعدون لهذا؟ إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعض الناس على بال الساعة وين تو الناس، وما يدري، ما يدري أنه ربما هو يدرك العلامات الكبرى، والعلم عند الله. من علامات الساعة أن تتقارب الأسواق. تدري شنو تتقارب الأسواق؟ يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوقين ثلاث، ماكو شيء، سوق بالمدينة، سوق بمكة، سوق بالشام، سوق باليمن، بعيد. تتقارب الأسواق شلون؟ اليوم عندك بالجهاز الصغير تبيع وتشتري في العالم كله، صح ولا لا؟ شوف اللفتة النبوية، شوف الحكمة النبوية، ما ينطقوا عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول الأسواق كلها تصير قريبة منك. سبحان ربي، علامة من علامات النبوة، الزمان يتقارب آخر الزمان. تصير السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة. في آخر الزمان رؤى المؤمنين لا تكاد تخطئ، تكثر الرؤى التي تقع ولا وكأنها يعني شيء غريب. كل ما رأى مؤمن مخلص صادق رؤيا وقعت كفلق الصبح. من علامات آخر الزمان أن يكثر النساء على الرجال، يصير الرجال أقل نسبتهم من النساء. ليش؟ قالوا الحروب، حروب، فيقتل الرجال بكثرة، فيصير عدد النساء أكثر من الرجال. من علامات آخر الزمان، شفتوا نهر الفرات اللي بالعراق؟ هذا النهر راح ينزل وينزل وينزل وينزل، يتناقص حتى يحصر عن جبل من ذهب. في يوم من الأيام أنا شفت تقرير في إحدى القنوات الفضائية، تقرير عادي، اللي يجلسون على شط الفرات يجمعون ذهب بكثرة في أماكن خاصة، يخرج منها ذهب، وتقرير تلفزيوني ما له شغل بعلامات الساعة، يمكن التقرير حتى أوروبي مترجم. يجمعون ذهبا يخرج من خلال مجرى نهر الفرات، والأدلة العلمية اليقينية طبعا أن نهر الفرات كل سنة قاعد ينقص، ينقص بجفاف، قلة أمطار، سدود، ونهر الفرات يتناقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. خشوف هذا التقرير اللي لخص لنا بعض علامات الساعة الصغرى، ونرجع وياكم نكمل ونشوف هل اللي قاعد يصير اليوم دليل على أن الساعة قد اقتربت، أو نحن لا نرى تلك الأدلة ولا أشراطك. خلينا نشوف هذا التقرير.
نحن لا نستطيع أن نجزم أن هذه الثورات لها علاقة بعلامات الساعة، فالأرض توالت عليها الحروب والثورات والانقلابات، هذا موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فلا نجزم بما يحدث الآن بأن له علاقة بعلامات الساعة، إلا القتل الذي يحصل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأحاديث، لكن في آخر الزمان تكون ملاحم كبرى ومعارك في الأرض عظيمة، وتصير المعارك معارك دينية، ويكون هناك عهد بين المسلمين وبين الروم، الروم يكونون أكثر أهل الأرض، اليوم هم أكثر أهل الأرض ترى، حتى الصحابي استغرب قال ما تقول؟ قال نعم، يكونون أكثر أهل الأرض، ويصير عهد بين المسلمين وبين الروم لقتال عدو من ورائهم. سؤال، من هذا العدو؟ ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفتن تأتي من المشرق، الله أعلم ما مشرق المدينة وأي عدو هذا، الصين، روسيا، ما ندري، الله أعلم، قريب بعيد عدو يقاتل المسلمين مع الروم، فينتصر أهل الإسلام مع الروم، ينتصرون على ذلك العدو. انتبه، هنا يبدأ المؤشر وتبدأ علامات الساعة الكبرى بالظهور، وكأن المسبحة قد انقطعت وبدأت الخرزات تتساقط، فيغدر الروم بعد النصر، يغدرون بالمسلمين كعادتهم وينكثون العهد ويبدأون بقتال المسلمين، وتبدأ الملحمة الكبرى، لكن هذه المرة عزة المؤمنين وإيمانهم بربهم يجعلهم ينتصرون، وإذا بأهل الإيمان يتقدمون ويتقدمون، وتحصل معارك عظيمة. أثناء تلك المعارك يخرج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبيه، محمد بن عبد الله أو يشبهه، حسني فاطمي علوي، من أبناء الحسن بن علي، من أبناء فاطمة، فهو من أشراف الناس ومن كرام البشر يصلحه الله عز وجل. فجأة وقد امتلأت الأرض جورا وظلما يبايع هذا الرجل، يدفعه الناس دفعا ليبايع بين الركن والمقام عند الكعبة، يبايع المؤمنين على الجهاد في سبيل الله والقتال لنصرة هذا الدين. ما الذي سيحصل وما الذي سيجري بعد أن يبدأ هذا الرجل والذي يسمى المهدي بالخروج آخر الزمان على إثر معارك كبرى وفتن وملاحم؟ كونوا معنا لكن بعد الفاصل. الكثيرون يدعون أنهم هم المهدي، خرجوا وسيخرجون، وكل زمن يطلع لنا واحد يقول أنا المهدي. درنا المهدي إذا طلع أنه هو المهدي الموعود، إذا بايع الناس تأتيه الأمم من كل الأرض، من الشمال، من الجنوب، من المشرق، من المغرب، يأتون أفواج وأمم تبايعه على القتال في سبيل الله وعلى نصرة الإسلام. ولكن يرسل جيش من الشمال، يرسل جيش إلى مكة لقتال من؟ لقتال هذا المهدي، فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش بأوله وآخره، حتى المجبور منهم يخسف به ويبعثون على نياتهم. إذا سمعت بهذا الخسف لهذا الجيش الذي سيقاتل هذا الرجل فاجزم أنه هو المهدي، ويبدأ القتال في سبيل الله، تكسر الحدود، تزول الفوارق، أمة واحدة، جسد واحد، مسلمون وكفار، فسطاطين، ما في ثالث، ما في واحد يندس بين أهل الإيمان، ويبدأ القتال مع الروم، ويتوجهون إلى القسطنطينية، إلى تركيا، وتدخل الجيوش، جيوش الإسلام، وتفتح القسطنطينية، ثم تتوجه إلى أوروبا، وتصل إلى مدينة تسمى رومية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، بهذا اللفظ، يعني شنو روما؟ روما يعدهم وهو في المدينة أنها ستفتح حتى بلا قتال، مدينة النصارى عاصمتهم ستفتح في آخر الزمان، حتى إذا وصل المسلمون إلى أوروبا ودخلوا إلى وسط أوروبا
صاح المنادي، الشيطان يتمثل بصورة إنسان يناديهم أن الدجال خرج. طبعا مجاهدين، منو في بيوتهم؟ عيالهم وأهلهم، كل واحد تارك أهله وعياله، والدجال مو شيء سهل، أعظم فتنة تمر على الأرض كلها. فيتوقفون. طبعا ما كان قد الدجال قد خرج، لكن أراد أن يصيح الشيطان علشان يوقف الفتوحات. فيرسل القائد في ذلك الزمان 10 فوارس يرسلهم ليتأكدوا من الخبر، والناس على الخيول، الله أعلم، قد تكون خيول حقيقية وقد يكون فقط لتقريب الصورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 هؤلاء اللي يرجعون الجزيرة يتأكدون طلع الدجال ولا لا، يقول: أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. الله أكبر، نسأل الله أن أكون منهم. كل واحد يتمنى أن يكون منهم. يرجعون يتأكدون، لما يرجعون نعم يخرج الدجال. كل واحد وين يروح الحين؟ يروح حق أهله، يحفظ أهله وعياله، خلاص الآن هذا الدجال، هذا ما في فتنة أعظم في الأرض منها، من يستطيع أن يواجهه أصلا. يمكث في الأرض 40 يوما، أول شيء يدعي النبوة، بعدين يدعي الألوهية والربوبية. يخرج بين العراق والشام، منطقة بين سوريا والعراق يخرج منها، هو موجود، كان مختفي وكان موجود يعني في بعض البلاد، ويخرج معه اليهود من أصبهان، منطقة في إيران، يخرج منها 70,000 من اليهود معه يقاتلون، ويجول الأرض كلها 40 يوم، ما يدع أرضا إلا ويطأها، إلا مكة والمدينة ما يقدر يدخلها. أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فتنة عظيمة، كل واحد في بيته، كل واحد خايف على أهله وعياله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللي يسمع فيه بأرض فلينأى، يطلع يروح أرض ثانية لا يواجهه، وإذا واجهته استعذ بالله وقرأ فواتح سورة الكهف. حفظوها عيالكم، حفظوا عيالكم سورة الكهف. صحيح أنه أعور، وأنه يعني منظر مخيف، وأن مستحيل الإنسان يظن أنه ربه، لكن بما أعطاه الله من فتن، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، بل يأمر الميت أحيانا فيخرج من قبره، وإذا كفر به الناس أدخلهم نارا يظنونها الناس نار لكنها جنة، ويدخل من آمن به الجنة، يشوفون الجنة بعيونهم، يظنها الناس جنة وهي نارا. فتنة عظيمة، شيء خطير يا أخوان، مو الإنسان يواجه بسهولة، الأصل أنه يهرب، فإذا واجه يقرأ عليه القرآن سورة الكهف، يروح المدينة، لا تقول أنا أختبئ فيها، لا والله لو كان فيها منافق تهتز الأرض لتخرجه منها. يجول الأرض، يذهب كل مكان حتى يأتي للمدينة، الملائكة تمنع بالسيوف، يشوف من بعيد، يشوف المسجد النبوي. بسألكم سؤال، المسجد النبوي من خارج المدينة كان ترى غرفة صغيرة، بيت صغير وحوله بيوت، هل كان يبين قبل 1000 سنة؟ ما كان يبين، كان بيت صغير، شلون يشوف الدجال من خارج المدينة؟ لكن اليوم يبين. شنو يقول الدجال؟ يقول: هذا القصر الأبيض، متى صار فيه بياض إلا في السنوات الأخيرة؟ متى صار بشكل قصر إلا في السنوات الأخيرة؟ والعلم عند الله عز وجل وحده، إحنا ما نجزم إن نفس الهيئة راح يشوف فيها الدجال. طبعا يطلع له واحد ويقسم نصين ثم يقوم، القصة طويلة. الدجال يجول الأرض والناس مو عارفة شو تسوي. يجتمع المهدي مع أهل الإيمان والمجاهدين، وين؟ في دمشق. ليش نقول دمشق؟ ستعود مرة أخرى للإسلام راية للتوحيد. يجمع المهدي المؤمنين الأبطال في دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الشرقي في دمشق، يعني مسجد معين، قد يكون الجامع الأموي والله أعلم، يجمع المسلمين هناك ليعدوا العدة لمواجهة اليهود مع الدجال. شو نسوي؟ الدجال وين راح؟ راح فلسطين. اجتمع مع اليهود هناك، مقبرتهم هناك يجتمعون فيها، وكأن الأمر يعد. فجأة وهم رايحين صلاة الفجر، رايحين يصلون في هذا المسجد، يسمعون التكبير، الله أكبر الله أكبر، الناس تكبر في المسجد ويكبرون خارج المسجد، واللي رايحين يكبرون. صاير جاءكم الغوث، جاءكم الغوث، ايش صاير؟ عيسى بن مريم نزل، الله أكبر، نزل، لأنه ما مات، رفعه الله عز وجل، سينزل آخر الزمان. هذا دور عيسى بن مريم، هذا وقته عليه السلام،
ينزل على جناحي ملك ورأسه يقطر من الماء. يا الله ما أجمل عيسى بن مريم، ينزل في المسجد والناس يصطفون لصلاة الفجر، المهدي يتراجع علشان يصلي، عيسى بن مريم يقول لا لا لا، يجعل المهدي يصلي تكرمة لهذه الأمة، وبعد الصلاة يقوم وشوف أي صلاة، صلاة الفجر، لأن مو أي واحد يصليها، يصليها أهل الإيمان، فيقوم الناس بعد الصلاة يستعدون للمعركة الكبرى، للمعركة العظمى، يقودهم من عيسى بن مريم، والرايحين من دمشق إلى فلسطين لتحريرها، لفتحها، مو شرط حين ما نفتحها، قد تفتح وتعود وتفتح وتعود، العلم عند الله. يذهب عيسى بن مريم معه جيش الإسلام، والدجال معه اليهود، فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم، هذه كرامة لعيسى، إذا رآه يبدأ يذوب، يتحلل، يذوب يذوب الدجال، لكن الله يمكن عيسى بن مريم من الدجال فيضربه برمحه ويقتل، فيكبر أهل الإيمان ويفر اليهود من ورائه، يختبئون وراء الحجر والشجر، وإذا اختبأوا وراء الحجر نطق الحجر وقال يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، ضجت الأرض من يهود، سئمت الأحجار والأشجار من أولئك الملاعين، فإذا بهم ينطقون يا مسلم تعال اقتل هذا اليهودي ورائي، فيقتلهم أهل الإيمان وينتصر المسلمون ويفرح المؤمنون في ذلك الزمان. يجلس عيسى بن مريم 7 سنين، لكن بعد النصر يأتي خبر مفجع، يا عيسى حرز عبادي، أخرج عبادي الآن بسرعة بسرعة إلى الجبل، المجاهدين هؤلاء طلعهم إلى الجبل. ليش يا رب؟ وين نروح؟ شو اللي صاير؟ قال إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، في خلق طلع لا أنت ولا الجيش يقدرون عليهم. من؟ حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج مثل الموج في الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، بين الجبال بين الوديان بين الأشجار بين البنايات من كل مكان يطلعون، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يبدأ يأجوج ومأجوج يسيرون في الأرض لا يدعون يابسا ولا رطبا ولا أخضرا، بل بحيرة كاملة يمرون عليها ما يبقون فيها قطرة ماء، قوم يفسدون في الأرض كلها، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. تبي تقول لي شنو في الأرض؟ وين الأسلحة؟ وين الجيوش؟ يا جماعة كل شيء تغير، نواميس الكون كلها قامت تختل، وعيسى مع الجنود مع أهل الإيمان فوق الجبل يدعون الله، الأكل خلص، الطعام راح، وجالسين يدعون الله عز وجل. بعدين آخر يوم عيسى بن مريم يقول من ينزل يشوف لنا الخبر؟ كلهم خايفين، يطلع واحد أفضل واحد فيهم ينزل، فإذا به يكتشف أن الله عز وجل قد أرسل على يأجوج ومأجوج وملأوا الأرض من زمان ذو القرنين وهم يتكاثرون لزمن عيسى، يخرجون يملؤون الأرض، الله يرسل عليهم دود صغير يدخل في مناخرهم وآذانهم يقتلهم جميعا صرعى كنفس واحدة، ينزل يشوف الناس، يشوف يأجوج ومأجوج كلهم مقتولين صرعى، يذهب لعيسى بن مريم بشرة، ينزل أهل الإيمان الله أكبر، وهنا بدأ فرح آخر ونصر جديد، لكن الأرض أنتنت، الرائحة والجيفة قد أفسدت الأرض وما عليها. شنو يصير في ذلك الزمان؟ خلكم ويانا لكن بعد الفاصل.
عيسى بن مريم عليه السلام وأهل الإيمان يدعون الله عز وجل أن ينظف الأرض من نتن يأجوج ومأجوج بعد أن جيفوا وامتلأت رائحتهم من نتن فتأتي طيور وتحملهم بعيدا وينزل مطر فيغسل الأرض ويحكم عيسى بن مريم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وينتشر الخير ويسلم الكثير من أهل الروم لأن عيسى بن مريم الذي كان يظنونه إلها وابن الله صار نبيا وعاد وينتشر الخير 7 سنين يمكث عيسى بن مريم ثم يموت ثم يعود الناس بعد زمن إلى الضلال مرة أخرى وينتشر الكفر مرة أخرى حتى تخرج دابة فجأة الناس يتناقلون في دابة طلعت وقيل ويقال أنها تخرج قريبة من مكة أو في مكة نفسها تخرج دابة يرسلها الله عز وجل تتكلم من لأن العلامات آخر الزمان قوانين الكون ونواميس الكون تختل دابة تتكلم مثل الناس الناس يشوفونها يخافون تقول لهذا أنت كافر ولهذا أنت مؤمن أنت من أهل الجنة أنت من أهل النار والعياذ بالله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا بالكون يبدأ يختل فيخرج دخان يظهر في السماء يعذب الناس كلهم دخان عظيم يخنق الناس فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم تكثر الفواحش وتكثر المعاصي والفتن في الأرض حتى تظهر 3 خسوفات شفت الخسوفات اليوم قاعدة تصير في الأرض هذا ولا شيء خسف عظيم في المشرق وخسف عظيم في المغرب وخسف كبير في جزيرة العرب الأرض تأذن بالزوال وتخرج علامات وفتن الكثيرون من الناس ما يعرفون ماذا يتصرفون أهل الإيمان يزدادون إيمانا أهل الضلال يزدادون ضلالا حتى تأتي علامة علامة إذا خرجت يقفل عندها باب كل توبة لا يقبل الله بعدها توبة تائب فجأة يستيقظ الناس الشمس مو طالعة من المشرق طالعة من المغرب الحياة تستمر لكن 3 أيام تخرج الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولهذا كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتظرون هذا الموقف توبوا ترى فجأة في ذلك الزمان يشوف الإنسان الشمس طلعت خلاص راحت على والله لو يبكي دم ما راح ينفعه بعدها يكثر الكفر بين الناس ويكثر الهرج والمرج حتى أن الفواحش تقام في الطرقات يصير الناس مثل الحيوانات خلاص ما يفرقون بين حلال ولا حرام القتل وسفك الدماء وينتشر الكفر والضلال في الأرض بل تأتي ريح من اليمن تخرج من الجنوب تمر على الأرض كلها تدري حق الريح هذه ما تبقي مؤمنا إلا قبضت علشان ما يبقى في الأرض إنسان يعرف الله عز وجل حينها ترفع المصاحف خلاص ما حد يحفظ القرآن ولا يعرف أحد القرآن حتى كلمة لا إله إلا الله ما حد يعرف معناها الأرض كلها يقال بعضهم لبعض قد كان في من كان قبلنا أناس تقول لا إله إلا الله ما حد يعرف الكفر قد انتشر في الأرض ما يستحقون الحياة خلاص يأتون الناس للكعبة فيهدمونها حجرا حجرا يطلعون كل اللي فيها الكعبة تهدم والمدينة تهجر شفت اليوم 100,000 في المدينة الحرم النبوي يأتي على الناس زمان في ذلك الزمان ما يمر في المسجد إلا الكلاب والسباع خلاص تهجر وتهدم والمصاحف ترفع والدين يرفع والعلم يرفع ولا يذكر الله عز وجل في الأرض هنا في ذلك الوقت بالذات تخرج نار عظيمة من الجنوب من اليمن نار كبيرة
وتبدأ النار تنتشر في الجزيرة، تنتشر شيئا فشيئا في الجزيرة. اللي يلحق على عياله يلحق، اللي يلحق على زوجته يلحق، على الإبل، الناس على الخيل، على الإبل، على المراكب، على أي شيء، كل واحد يركب اللي يقدر عليه، يركب ويهربون يهربون يهربون من الجنوب. من يروحون؟ يذهبون إلى الشام، أرض المحشر والمنشر. النار تحشرهم، وبعض الناس يطيح والنار تاكله، بعضهم ما يلحق النار تحرقه، واللي يلحق يلحق. يصلون وين؟ على أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. من يبقى في الأرض في ذلك الزمان؟ شرار الخلق، ليس هناك مؤمن ولا موحد ولا من يعرف الله أصلا، كل الحدود قد انتهكت، أسوأ ناس خلقهم الله. في ذلك الوقت يأذن الله عز وجل لنافخ الصور إسرافيل أن ينفخ. انفخ الآن، كل من عليها فان. ينفخ إسرافيل ولا يبقى بعدها على وجه الأرض حي، إنس ولا جن ولا طير ولا وحش ولا حيوان ولا حشرة ولا دابة، كل حي يهلك. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شو اللي يصير بعد النفخة الأولى؟ في نفخة ثانية ترى، هذا يمكن نسويها في حلقات قادمة، مو الحين ولا الحلقة الجاية، خليها بعدين. شنو راح يصير بعد ما يموت الناس على الأرض؟ في أحداث راح تصير، والناس ميتة. إيه والناس ميتة قبل ما تقوم، ما يبعث الناس لربهم، لا، في أحداث، هذا يمكن نأجلها لما بعد هذا. لكن إحنا اليوم قاعدين نشوف العلامات حولنا، إحنا اليوم قد نكون في إرهاصات وعلامات الساعة الكبرى، والعلم عند الله وحده، إحنا ما ندري. الساعة اقتربت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل إحنا مستعدين لهذه الأيام؟ هل إحنا جاهزين بصلاتنا، بقرآننا، بعملنا، توبتنا؟ أنا ما أقول لك لا تدرس ولا تشتغل، بل لو سمعت نافخ الصور، لو سمعت نافخ الصور وبيدي أحدكم فسيلة فليغرسها، سو ابني، عمر في الأرض لآخر لحظة. أنا ما أقولك وقف، بالعكس، اعمل لهذه الدنيا وعمرها، لكن دينك، آخرتك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سوت لهذا اليوم؟ استعدت لهذه اللحظات؟ انتبه أيها المؤمن، عيالك جهزتهم؟ استعديت وياهم؟ علمتهم، حفظتهم القرآن سورة الكهف، قلت لهم شنو علامات الساعة عشان ينتبهون، ربما يعيشونها، ربما يدركونها. أنا أدري بعض الناس اليوم من الملحدين والعلمانيين يضحكون على هذه الكلمات، أدري، لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. كيفهم كيفهم؟ إحنا نتكلم لأهل الإيمان بس، أما أولئك لهم دينهم، لكم دينكم ولي دين. أنا أقول لأهل الإيمان لنستعد لهذه اللحظة، لا نصير من ممن قال الله فيهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل وهم مستعدون جاهزون متأهبون لهذه اللحظات بتوبة صادقة وعلم نافع وعمل صالح واستعداد لهذا اليوم بإيمان قوي ثابت راسخ. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وعلى الإيمان، وأن لا يميتنا إلا على الإيمان بالله جل وعلا، وعلى الإسلام، وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة، الجوانب والقضايا.